عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن أبيه أنه قال لما نزلت: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير: يا رسول الله، وأي النعيم نسأل عنه؟ وإنما هو الأسودان، التمر والماء. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. هذان الحديثان قالهما النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يسير بالنسبة لما عليه الناس اليوم من اتساع النعماء واختلاف المآكل والمشارب وتنافسهم فيها، فمن تأمل هذين الحديثين حاضر القلب حمله ذلك على التقلل من الدنيا وعدم الرغبة في طلب الاستكثار من المطاعم والمشارب. فإذا كان العبد في تمر وماء وشيء يسير من النعماء توعد بالسؤال عنه يوم القيامة، فكيف بحال الناس اليوم وهم يتلذذون بأنواع من المآكل والمشارب؟ وكيف حالهم وهم يتفاخرون بنقل صورها وذكر أسمائها وتعدادها في وسائل التواصل الحديثة؟ ولعمري أي سؤال أعظم من سؤال هؤلاء وهم يعرضون هذه النعماء، فينسون شكر الله وينسون حظ الفقراء. والعاقل إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة تمتع بها على طريق شرعي، ومن مآخذ الأحكام في الحلال والحرام الحذر من كسر قلوب الفقراء، وهذا أمر ضاع بأخره، ولا سيما في جناب النساء اللاتي صرنا يتفاخرن بأنواع المأكولات والمشروبات والملبوسات وينشرنها في هذه الوسائل، وكذلك شاركهم كثير من الرجال. فينبغي أن يتذكر المرء وهو يستعرض هذه الصور أمام ناظريه أنه سيستعرضها سؤالا أمام الله يوم القيامة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر نعمته وأن يجنبنا البطر بها.